زوجة حسن شاكوش تتصدر الترند. خطفت الأنظار بإطلالات ساحرة في حفل الزفاف، وتداول الجميع صورتها وهي تسجد على الأرض في قاعة الحفل. تعرفوا معنا على أبرز المعلومات عن ريم طارق زوجة حسن شاكوش. احتفل الفنان حسن شاكوش مؤخراً بزواجه من السيدة ريم طارق، وذلك بعد أشهر قليلة من احتفالهما بالخطوبة، وأقام حفل فني كبير حضره عدد من النجوم والمشاهير. وتصدر شاكوش وزوجته ترند مؤشرات البحث بعد تداول عدة لقطات من الحفل. زوجة حسن شاكوش هي فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم طارق، وتبعد تماماً عن مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام. وفيما يخص حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، فهي تفرض خصوصية كبيرة على الحساب، ويتابعها فقط 40 شخص، ويبدو أن هذا العدد من أصدقائها المقربين فقط. ريم طارق صديقة مقربة من البلوجر والإعلامية فرح شعبان، وكانت موجودة برفقتها في حفل خطوبتها، وكانت حريصة على التقاط الصور التذكارية معها. حسن شاكوش احتفل بزواجه في واحد من الفنادق الكبيرة في القاهرة، ودعا عدداً كبيراً من أصدقائه في الوسط الفني والمشاهير لحضور الحفل، وتضمن الحفل فقرات بالألعاب النارية بقيادة أحمد عصام. من اللقطات التي أثارت الجدل في الحفل هو تداول صورة للعروس وهي تسجد، واتضح أنها قامت بهذا التصرف بطريقة عفوية عندما رأت حسن شاكوش لأول مرة وهو مرتدي بدلة الزفاف. تألقت العروس في الإطلالة الأولى بفستان أنيق ومميز لمصممة الأزياء سماح مهران، واختارت أن يكون بوكيه الورد من اللون الأبيض ومزين بالخرز الفضي. أما المكياج فاختارت لوك قوي وواضح تناسب مع ستايل الفستان. ظهرت ريم في حفل الزفاف بإطلالة ثانية تخلت فيها عن الإطلالة الملكية، وفضلت ارتداء فستان بسيط حتى تستطيع الحركة بسهولة، وفضلت أن تخلع طرحة الزفاف الكبيرة، وظهرت بستايل شعر ويفي وبسيط.